اما هلا رحنا لمساحتنا الطبيه نور، مثل ما حكينا ببدايه نهارنا اليوم رح نحكي عن الحصيات البوليه وتاثيرها على الشخص وقديه ممكن هي تشكل ازمه كبيره والشخص يحس بالام متعدده، كيفيه علاجها، اكتشافها. طبعا كله رح نتعرف عليه من الدكتور معتز جاويش، وهو اختصاصي في الجراحه البوليه والتناسليه وحاصل على شهاده البورد الالماني في جراحه المسالك البوليه. دكتور معتز جاويش صح؟ شويش. اهلا وسهلا فيك دكتور. الله يخليك. الله يسلمك. صباح الورد. صباح الخير. كنا عم نحكي تحت الهواء عن نسبه اصابه كثير كبيره عم نشوفها اليوم بالرمل او البحصه باخر 10 سنوات. صحيح. للاسف. خلينا نحكي اول شيء كيف تتكون الحصيات البوليه وقديش فعلا هي الماء بتاثر بشكل كثير كبير، يعني عم نشوف مثل ما قلنا حالات تحت الهواء للشباب يعني بعمر مبكر واعمار صغيره. هلا بشكل عام، صباح الخير اولا طبعا، بشكل عام الحصيات يمكن ينصاب فيها اي شخص من عمر السنه لعمر 99 سنه. ما في يعني طبعا كل واحد له اسبابه، لما بتجي الحصيات بعمر صغير عنده مشاكل استقلابيه وهالقصص، ولما بيكون بعمر كبير كمان بيكون الاسباب ثانيه. هلا بشكل عام لحتى نفهم هاي الحصيات البوليه لازم نعرف انه هي الكليتين هي عباره عن جهاز لسحب السموم وسحب المواد اللي نحن عم ناكلها بشكل يومي، وبتنطرح عن طريق البول باتجاه المثاني للخارج. داخل البول في بلورات موجوده بشكل طبيعي اللي هي المغنيسيوم، الكالسيوم، الاوكسالات، اليوريت، ولكن نحن بسبب قله شرب المي، بسبب نوع الغذاء اللي نحن عم ناكله، بسبب الدايت، قله الحركه، اي يعني الحياه اللايف كواليتي تبعنا عم يسيد تركيز مواد على حساب مواد ثانيه. هذا الشيء عم يخلي ترسب هاي البلورات لما تزيد بشكل كبير بالبول عم تترسب بشكل كثير كبير، فبتشكل مثل كريستالات، هي الكريستالات بتشكل النواه لتشكل الحصيات، فبتبلش تجمع فوق بعض البعض، وخصوصا اذا المريض ما بيشرب مي كثير، مثل واحد عنده سائل جاريه بصير اذا صار رمل بيمشي الرمل بيطلع، فاذا قل كميه المي بصير فرصه الترسب عاليه. هذا الشيء بسبب تشكل النواه للحصات، ومع الوقت بتكبر 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 لحتى تشكل الحصات البوليه. يعني طيب دكتور خلينا يعني بعد ما عرفنا كيف بتتشكل خلينا نحكي على العلامات اللي ممكن الشخص يعرفها، لانه في كثير ناس مثلا ممكن تحس بشويه الام. مثلا انا من الاشخاص اللي عندي رمل، وكنت عم تقول انت اغلب الناس عندها رمل بسبب المي او عدم شرب المي حتى كثير. طيب كيف انا بعرف انه انا هي الالام اللي عندي هي بدايه لحصيات؟ هلا نحن لازم نعرف شغله، المستقبلات الالميه اللي بتسبب الألم الكلوي موجودة على سطح الكلية وليس داخل الكلية. بما معناه لازم البحصة تتحرك أو تعمل مشكلة بالكلية أو تنزل على الحالب لتسد طريق البول لحتى يصير في ضغط راجع على الكليتين، بحيث هالمستقبلات تتنبه وتعطي الألم. بما معناه قد يمر سنوات قبل ما تعرفي أنه أنك معك بحصة. احيانا بتروحي بتعملي فحص بول عادي بتلاقي فيه شويه دم بالبول، بتروحي بتعملوا ايكو بتلاقي فيه بحصه معي. هلا احنا بننبه لشغله، الناس اللي عندها قصه وراثيه بالعيله، الاب والام والاخ كذا، مجرد ما صار واحد عنده بحصه بالعيله لا تستنى، فحص حالك ولو ايكو كل 6 شهور سنه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بمجرد ما بلشت البحصه تتحرك داخل المجرى البولي فبتعمل آلام قولنجية كلوية، هالآلام أحيانا مختلفة بس الأغلب بتبلش بألم الخاصرة بهالمكان هون، وبعدين بتبلش تنزل بشكل تدريجي لتحت بحسب التوعية العصبية تبع الحالب وتبع الكليتين، المنشأ الجنيني تبعهم، فبيرجع العصب بيضرب على المنطقة اللي هي إلا الكلية تابعة، فبيبلش الألم بهالمكان وبينزل لتحت. الألم مختلف، قد يكون خفيف جدا وقد يصل الى مرحله يحتاج الى التداخل الجراحي، يعني انت بتعطي المريض، بيجي المريض على الاسعاف ميت من الالم، بتعطيه مورفينات وبتعطي كل شيء ما عم ياثر فيه. ليش؟ لانه غالبا بتكون البحصه كبيره وعامله انسداد تام بالكليه، وهذا الضغط وهو ما له منتبه على حاله طبعا. هلا قطر الحالب كله عباره عن 3 إلى 4 ميلي، فاي بحصه فوق ال5 ميلي اكيد رح تعمل له مشاكل. طبعا احنا شفنا حالات حتى 2-3 ميلي عند بعض الناس اللي ما بيشربوا مي بنوب والحالب عندهم ضيق كثير، هذا الشيء بيسبب لهم آلام بتكون أشد. تمام. فبشكل عام البحصة اللي هي أقل 5 ميلي غالبا هي على شرب المي والحركة بتطلع، اللي فوق الخمسة ميلي ببلش الألم اللي عم نحكي عليه. والمضحك في ناس طلعت بحصة 1 سنتي وجاي لعندي على العيادة بتقول لي دكتور شو هاد؟
يعني كمان موضوع واحد سنتي هالقد يعني شلون طلع على معرفة صراحة يعني. فالموضوع الألم حتى بيختلف من شخص لشخص. يعني في ناس بتتحمل الألم بشكل رهيب. هي في ثقافة موجودة للأسف يعني. نحن عندنا ثقافة في مجتمعنا إيه إنه أنا بحمل وجع شوية وجع وشوية وجع بس واحد سنتي طلع لي إياها جيب لي إياها وأنا هي ما شفتها صراحة. بيروحوا لعند الدكتور كآخر خيار يعني ما بيكون في احتمال. في الوضع المادي كمان شوي بخليه. خلينا نحكي عن هي الاحتمالية يعني. أنا لحتى ما أوصل لهي المرحلة يعني الطبيه لاتوجه كيف فيني اعمل مثلا وقايه او كون في ناقص خطر يعني اقول انتبه يمكن هي مثل ما قلت بدها وقت. انا برايي بموضوع الحصيات بالذات الوقايه خير من قنطار علاج. يعني انك تقي نفسك من البحصه احسن ما تنصاب فيها لانه رح تشوف الويل خصوصا اذا كانت بالاحجام الكبيره. هلا بشكل عام نحن ننتبه على اللايف ستايل تبعنا طبيعه الحياه تبعنا. نشرب مي كل يوم يعني على الاقل 8 كاسات مي. طبعا يفضل المي المفلتره مو المي تبع الابيار المخلوطه تكون مي شوي بقين او اللي ما عنده قدره يشتري بقين مثلا يشرب المي المفلتره يعني يعمل شيء انه يقلل من نسبه البلورات التكلسات بتبردها يعني. ممتازه كمان هي القصه المهم لانه هي بترسب هالكريستالات كلها. يعني على الاقل حسب الابحاث بيقول لك على الاقل 8 كاسات باليوم. يشرب كاسة مي كبيرة 8 كاسات مو ورا بعض يوزعهم خلال اليوم مثل ما قلنا مشان يضل مثل جدول جاري المي بضل عم تمشي ما يعطي فرصة انه هذا يصير فيه ركود وترسب. ثاني شغلة نحن ما عندنا كتير حركة بالبلد بحسي ما بيتحرك كتير الناس هي كمان من العوامل انه بتزيد يعني كل يوم يومين واحد يبعد عن الاسترس يطفي موبايله 45 دقيقة يمشي بأي مكان يعني مهم انه يبعد عن الاسترس عن هالضغط الخارجي يطفي موبايله 45 دقيقه يحرك حاله شوي 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 ان شاء الله الامور بتتحسن معه. ثالث شغله موضوع الطعام اللي نحن بناكله القهوه كثره القهوه كثره الشاي المشروبات الغازيه السبانخ البندوره السبانخ والبندوره فيها نسبه اوكسالات عاليه جدا. طبعا واحد ما راح يمنع حاله من هالاكل اكلنا كله بندوره لأنه بس الواحد ينتبه انه هي كمان فيها ماده الاوكسالات عاليه كثير كمان بترسب بالبول وبتعمل هاي المشاكل. يشرب مي مثل ما حكينا يبعد عن الاكلات اللي فيها حمض بول عالي. طبعا لحمي هلا قليل صار تناوله لحالهم بعد عنا فاللحم الحمراء مو البيضاء اللحم الحمراء فيها نسبه يوريك اسيد عالي. هاي اذا الواحد تناولها بشكل عالي او المرضى اللي عندهم هم بالعيله تبعهم يوريك اسيد عالي هذا كله بيترسب داخل البول وبيعمل مشاكل مع الوقت. موضوع اللي بيشتغلوا خاصه بالمناطق الحاره جدا خصوصا تبعات الافران تبعات المعجنات والقصص ينتبهوا لموضوع انه هي الحراره العاليه كمان عم تسحب سوائل منهم عن طريق التعرق. يعني مو بس خساره السوائل عن طريق التبول في عندنا طرق ثانيه اللي هي التعرق. فاذا تعرق بشكل كبير وما عم يشرب مي منيح هذا كثير معرض انه يصيب فيه معه بحصات. مثل ما حكينا اللحوم الحمراء يعني هدول الشغلات الاساسيه لازم ننتبه لها ونحاول نبتعد عنها. اكيد دكتور في استفسار كثير بيخطر على بال الناس بصراحه انه بعض الاشخاص بيقول لك انه بدنا نعمل تفتيت للحصاوي. في ناس تقول لك لا اوعى تعمل تفتيت رح يرجعوا يتشكلوا بعد شوي. تمام اشكاليه انا خلال وجودي هلا الفتره القصيره بالبلد لاحظت في شغله لا تبلش باي علاج للبحصه على جهاز الايكو. يعني انت مو تشوف على جهاز الايكو في شك بحصه تروح تبعت المريض على التفتيت اياك ثم اياك ثم اياك. اول شغله بدك تتاكد هذا اللي انت شايفه على الايكو هو بحصه ولا هو عباره عن الكريستالات اللي عم تتطبق فوق بعض البعض وعم تشكل بحصه لسه ما تشكلت. ليش اذا بعتي المريض على التفتيت وكان لسه كريستالات فانت عم تضربي الكليه ما عم تضربي البحصه فانت بتفوتي المريض بمشاكل كبيره ما له فيها. فهلا انا بالنسبه لي عملت ايكو بالعياده شفت في شك عندي انه هون في بحصه. طبعا اذا رمل صغير 2 3 ملي ما بقرب على المريض بقول له اشرب مي ويكتر سوائل ويتحرك. وفي هي بيقولوا زهره الالماسه في عندك شبشيل الدره مثلا بيقول لك بذر اليقطين يكتر منه المدرات البيره احيانا بتمدر للبول كمان بتحسن هالامور. هلا اذا لاحظت انا على الايكو 5 ملي واكثر يفضل ان يا اما اعمل له صوره بسيطه حسب الامكانيات المريض والاحسن حسب توصيات البورد الالماني والاوروبي انه نعمل له طبقي محوري. طبعا غالي شوي ولكن هو الاحسن بالنسبه له انه بيعطيكي تماما مكان البحصه وحديش حجمها وين متوضعه وشو. واحيانا بيعطيكي كثافتها لتعرفي انت هي شو هي يوريك اسيد مثلا حمض بول ولا كالسيوم ولا لانه في انواع كثيره من الحصيات لانه كل وحده لها علاج. وحتى في حصيات ما في حاجه للتفتيت تعطي دواء بتنحل لحالها وبتروح. تمام فانت اول ما تعملي الطبقي بتشوفي هاي البحصه شو وينها وين مكانها وهالقصص تبعها. اذا كانت 5 ملي وما تحت
99.9% علاج دوائي ممنوع التفتيت. الا في الحالات اللي هي بمكان معين هي البحصه عم تعمل مشاكل اسفل الكليه مثلا، ما عم تقدر تطلع بشكل سهل، عم تعمل لها الم متكرر، وقتها نحن بنقايس وبنفتت لها على 5 ملي. بس عمليا ابتداء من 6 ملي وما فوق نحن نبلش بهالعلاجات. نعم. الانواع البحص مختلفه. في عندي مثلا حصيات الكلس اللي هي اغلب الحالات اللي هي لها علاقه بطبيعه اكلنا، بيكون الكلس عندنا مردود مدخوله عالي، او الناس اللي عندها ترقق عظام مثلا عم تاخذ تسريب كلسي عالي. هدول كثير بينصابوا بترسبات كلسيه داخل الكليه. عندك حصيات حمض البول اللي نحن حكينا عنها اللي هي طبيعه الطعام اللي هي اللحوم الحمراء والبقوليات كمان، الفول الحمص كمان بتطلع يوريك اسيد عالي بتعمل هاي المشاكل. عندنا حصيات هي عباره عن حصيات اللي حكينا عليها اللي يمكن مع حصيات حمض البول تتعالج عن طريق الدواء. حصيات حمض البول بس ترفعي البي اتش الحموضه تبع البول لحالها بتدوب بتطير لمده اسبوعين ثلاثه بتدوب بتروح، ولا حتى لو كانت سنتي واكثر حتى البحصه. في حصيات جراثيم موجوده في الجهاز البولي بتشكلها، حصيات الفوسفات والامونيوم، فانت بمجرد ما عالجتي هي الجراثيم بالمضادات الحيويه وهالقصص لحالها بتدوب وبتروح. وفي حصيات اللي حكينا عنها يمكن تصيب الاطفال لانه هي عباره عن خلل وراثي. في حصيات بيقولوا مستعصيه هي رح اقول لك عليها اللي هي السيستين والاكزانتين، هدول بيكون في خلل وراثي موجود بافراز ماده السيستين بالبول، فبتلاحظ ولد صغير معه بحص تمام بيكون ابوه وامه صحيح. ففي حالات ثانيه حتى بيكون في خلل داخل الجهاز البنيوي تبع الكليه بغض النظر عن هاي الحصيات، بيعمل حتى كلس عند الاطفال حصيات كلس لانه في عندهم خلل بالافراز داخل الجهاز البولي. هذا موضوع معقد طبي كثير ما راح حدا يفهم علينا كثير فيه، فهمناه بنحكيه ببساطه انه في خلل في الجهاز البولي بموضوع الافراز والامتصاص فبيعمل ترسبات عاليه حتى عند الاطفال. يعني انا شفت بالمانيا طفل عمره 3 اشهر معه حصيات بوليه ولدان بالحصيات البوليه، تصور يا رعاك الله. فهذا الشيء مختلف. بس بشكل عام اغلب الحصيات الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، شفتك تفاجاتي الحمد لله، انه عند الاطفال كثير قليله الحمد لله. ما بنشوفها كثير وما بنحب نشوفها لانه حرام واحد طفل يشوفه بهالقصه. بس بشكل عام اغلب الحصيات هي حصيات الكل. الله يبعد المرض عن الجميع ويديم الصحه على الكل. بس في بعض الحالات ترجع يعني بعد ما تفتت البحصه بتلاقي كمان هي نوع من الاهمال من المريض، نوع من عدم المتابعه، بس بتلاقي الحاله متكرره لانه ما غير طبيعه حياته. يعني هو اللايف ستايل تبعه ما غيره، لساته عم يعيشه غير هيك. حسب الاحصاءات بيقول لك في احتمال كبير خلال 5 سنوات ترجع نفس البحصه عند نفس المريض. يعني اول مره صار بحصه يمكن خلال 5 سنوات ترجع البحصه نفسها معه لانه هو ما غير من حياته، ما غير الاسباب. حتى في شغله ثانيه برا بيعملوا، اول ما تطلع البحصه بياخذوها بيحللوها يعني مشان يعرفوا شو مكونات المنشأ الاساسي، بحيث انه يحطوا بعد هالمريض بيبعتوه على طبيب تغذيه. طبيب التغذيه بيقعد المريض قدامه بيقول له تعال اقول لك لشوف شو عم تاكل وشو عم تشرب، هي بدك تزيدها، هي بدك تنقصها، هي بدك تعملها، هي بدك تعمل هيك. هلا بمجرد ما صار البحث كبير وصار يتكرر بشكل كبير معناتها صار الموضوع بده حل. هلا بشكل عام بموضوع الحصيات البوليه الحمد لله رب العالمين موضوع الفتح الجراحي انتهى. بأوروبا على الأقل، يعني هون أنا شفت لسه بيفتحوا بكذا، بس بأوروبا بشكل عام موضوع الفتح الجراحي كله عن طريق المناظير، ما عاد في فتح جراحي. فأول خيار عندنا نحن حسب حجم البحصة وحسب مكانها وحسب نوعيتها. طبعا حكينا إذا كان عندنا حمض البول أو عندنا حصيات الجرثومية، هي بتعطيها مواد وشوي بتحلها وبتخلصي منها، ما بدها علاج تداخل جراحي أو تداخل تنظير بأي شكل من الأشكال. هلا عندنا نحن الحصيات ابتداء من 6 ملي وما فوق، بنبلش من 6 ملي 1 سنتي فينا نجرب معه التفتيت من برا. هي ما لها جراحه، المريض ما بينام، بس بنعطيه مسكن الم ومهدئ على الطاوله بحيث انه نحدد مكان البحصه بشكل كويس عن طريق الايكو او عن طريق الاشعه، نحدد مكانها تمام ونضربها بضربات قد تصل الى 3000 ضربه بتواتر معين وضغط معين بحيث انه تتفتت مع الوقت وتعاد هي الجلسه. في ناس بتقول لي كل اسبوع، بس انا بعتمد الاسبوعين لريح الكليه شوي. نعم، يعني حكينا هيك اليوم مختصر مفيد وعطيتنا فكره مبسطه اكيد وصلت لكل يلي عم بيتابعنا. احنا بنتشكر وجودك دكتور معتز شويش. انا كمان بشكركم لاستضافتكم، شكرا لكم يا رب. شكرا لك دكتور، سعيدين كنا بوجودك اليوم، نتمنى مثل ما قلنا الصحه والسلامه للجميع. شكرا كثير.